اليوم فضل الله عز وجل بعد خير اللي كان وقع علينا في باش نديروا الجامع تاعنا العادي والغير العادي تاع 2018 و19. الحمد لله الجامع العام كان كله بتفوق، الامور كاع اللي تقريبا اللي داوناها كسميتو الغابور فينونسي والغابور مودغال كله خدا تقريبا كان تصويت اجمالي، ما كانت عندنا لا معارضه الحمد لله لا فيه ولا هذا، كل الاخوه. وهذا يعني انه بغض النظر بعد المشاكل صغيره، ولكن الاخوه ملي تيكونوا في وقت المعقول راه كلهم تيكونوا متحدين وكلهم على نفس الصوت وعلى 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 نفس النهج. وهذا وهذه هي الحمد لله، هذه هي القوه تاع الجامعه الملكيه اللي عندنا فضل الله عز وجل، انه ملي تنجي تيكون بعض الخلافات هذا الشيء عادي، وهذه الخلافات هذه اللي تتكون عندنا تتقوينا عاوتاني، تتصلح لنا عاوتاني المسار تاعنا. الجامعه اللي ما تيكونش فيها شويه تاع لي كريتيك ما غاديش تزيد القدام، ولكن الحمد لله حنا اللي عندنا ديك لي كريتيك اللي تيكونوا بناءه، وهذا اللي مرتأتيو بهم، وهذا الشيء اللي الحمد لله ان الاخوه كاع كلهم صوتوا بنعم، وكلهم عندهم واحد الغيره على هذا النقطة النشاط هذا. ونتمناو السنوات المقبله ملي غادي يتهز علينا هذا الوباء نرجعوا بقوه كبيره جدا، لان في اخر محطه اللي كانت عندنا بالنسبه للبطوله اللي كانت عندنا اللي قديناها في مدينه مراكش كان حضور كبير جدا، وخاصه الوليدات الفئات الصغار تاع الدراري 8 سنين و9 سنين و10 سنين اللي بداو تيجيبوا لهذا النشاط، وحتى الاسر والعائلات والاباء عرفوا انه هاد الجامعه ولا هاد النشاط ما هو ماشي نشاط انه غير على ودك زعما في السن تاع الصغور ولا كذا، انه نشاط ممكن بعد ما يكبروا يتيح لهم افاق كثيره جدا في ميادين العمل، في ميادين البيئه، ميادين الطب، هذا اللي عندها كلها علاقه تحت المائيه. والمغرب محتاجين حنا بهذه الامور، هذه محتاجين الرياضيين، ومحتاجين بالطبيب يكون رياضي، ومحتاجين سميتو بالبيلوت يكون رياضي، ولكن محتاجين حتى الناس اللي تيخدموا في هذا المجال هذا تاع التحت المائي يكونوا جايين من الرياضه، لان العقل السليم في الجسم السليم. واذا كنتي عندك الناس اللي تيخدموا في المجالات كيف ما كانك سياحيه ولا غير سياحيه في هذا المجال التحت المائي، انه تنعرفوهم جايين كابطال ومارسوا رياضه، وهذا هو اللي حنا يكون عندنا جيل نقي رياضي سليم. ولا وفرنا لهادشي لوليداتنا في المجالات كاع كلنا غادي يكون عندنا مجتمع سليم جدا، وهذا هو الهدف تاع الجامعه كاع كلهم الله يجازيهم بخير، وعلى راسهم صاحب الجلاله اللي دائما تيحتنا عاوتاني باش يبانوا الابطال تاعنا في المغرب وخارج المغرب، باش نرفعوا هذه الرايه اللي تنموتوا عليها.